المقتطف من أزاهر الطرف لعلي بن سعيد الأندلسي. هذا الكتاب يحمل طرفا من كلام الأنبياء والحكماء والأدباء. يبدأ الكتاب بالخميلة الأولى المشتملة على الكلمات القصيرة. الطبقة الأولى البخاري: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة وحكما. نوح: الصبر سجن المسرة. داود: من بلغ السبعين اشتكى من غير علة. سليمان: ليكن أصدقاؤك كثيرا، وليكن صاحب سرك منهم واحدا من ألف. المسيح: يباعدك من غضب الله ألا تغضب. صلى الله على سيدنا محمد وعليهم. الصديق: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الفاروق: لأن أجد في بيتي أفعى جارية خير من أن أجد عجوزا لا أعرفها. ذو النورين: يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. علي أبو السبطين: من أيقن بالخلف جاء بالعطية. الحسن: حسن السؤال نصف للعلم. الحسين: صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك، فأكرمه عن ردك. عبد الله بن الحسن بن الحسن: من أعظم الخطأ العجلة قبل الإمكان والأناه بعد الفرصة. ابنه محمد القائم على المنصور: لا يحمل أمير القوم إلا إذا أيقن بالموت. محمد العيس بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله: العافية هي الملك الهنيء، وطلب الملك هو الموت الوحي. إسماعيل السفاك بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبد الله: قتال الأعداء المخالطين أولى من قتال الأعداء المنابذين. محمد بن صالح بن موسى بن عبد الله: أفر من الجفون وأكر من الحرب الزبون. محمد بن أبي جعفر بن هاشم من ولد موسى بن عبد الله: إذا صادف معروف محلة ينبغي لك أن تعد ذلك من نعم الله عليك. سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الذي فر من وقعة فخ إلى المغرب: إنما أحسب روحي بعد وقعة فخ ربحا، وأبخل التجار يخاطر بالربح. محمد بن طباطبا من ولد إبراهيم الغمر قال لأبي السرايا: أوصيك أن تستتم الغضب لربك، ولا تقدم إقدام متهور، ولا تضجع الضجاع متهاون. أبو الفتوح ابن جعفر السليماني: إن من عقوق جدنا علي وصفه بالعجز عن الخلافة والنيل من قوم ارتضى تغريمهم. السفاح أول الخلفاء العباسيين: الأناءة محمودة إلا عند إمكان الفرصة. المنصور: إذا مد عدوك يده إليك فاقطعها إن أمكنك، وإلا قبلها. الطبقة الثانية من النثر القصير: من كلام الرسول عليه السلام: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. إدريس عليه السلام: تحتمل الملوك كل شيء إلا ثلاثة أشياء: إفشاء السر، والقدح في الدول، والتعرض للحرم. وله قول آخر: إياك وخدمة من شبع من الرئاسة ومل من السياسة، فإنه يرى كبير ما تصنعه في حقه صغيرة، وصغير ما يصنعه في حقك كبيرة. داود عليه السلام: لا تستبدلن بأخ لك قديم أخا مستفادا ما استقام لك، ولا تستقل أن يكون لك عدو واحد، ولا تستكثر أن يكون لك ألف صديق. المسيح عليه السلام: لا ينبغي للسلطان أن يغضب، وإنما يأمر فيطاع، ولا ينبغي له أن يعجل فليس يفوته شيء، ولا ينبغي أن يظلم فإنما يدفع الظلم به. صلى الله على سيدنا محمد وعليهم.
الصديق رضي الله عنه: إن أقواكم عندي الضعيف حتى أعطيه حقه، وإن أضعفكم القوي حتى آخذ له بحقه. الفاروق رضي الله عنه: عليكم بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة للبلاء. ذو النورين: رؤية القبر مبكية، لأنه أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا، فمن شدد عليه فما بعده أشد، ومن هون عليه فما بعده أهون. أبو السبطين رضي الله عنه: علي بن أبي طالب: لا خير في صحبتي من إذا حدثك كذبك، وإذا حدثته كذبك، وإن ائتمنته خانك، وإن ائتمنك اتهمك، وإن أنعمت عليه كفرك، وإن أنعم عليك من عليك. معاوية رضي الله عنه: ثلاثة ما اجتمعت في حر: مباهاته للرجال، والغيبة للناس، والملال لأهل المودة، رضي الله عنهم أجمعين. ومن كلام المأمون أمير المؤمنين: إياكم والوقوع في الملوك بحضرتنا، وإن كانوا مباينين لنا، فإن المرتبة نسب تجمع أهلها، فشريف العرب أولى بشريف العجم. ومن الطبقة الثالثة من النثر القصير قول البخاري: الكذب غير جائز على ابن آدم إلا في ثلاث خصال: رجل كذب امرأته ليرضيها، ورجل كذب في خديعة حرب، ورجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما. ومن كلام السيد المسيح صلى الله على نبينا وعليه: العبر ثلاثة: المنطق والنظر والصمت، فمن كان منطقه في غير ذكر الله فقد لغى، ومن كان نظره في غير اعتذار فقد سهى، ومن كان صمته في غير فكر فقد لها. ومن كلام الفاروق رضي الله عنه: من أفضل ما أعطيت العرب الأبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته، فيستعطف بها الكريم ويستنزل بها اللئيم، والشعر أدنى مروة الشريف وأعلى مروة الوضيع. وعن علي رضي الله عنه: أوصيكم بأربع لو ضربتم إليها آباط الإبل كن لها أهلا: لا يرجون أحد منكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. ومن كلام معاوية: لا تستفسد الحر فسادا لا تصلحه أبدا، وذلك بألا تشتم له عرضا، ولا تضرب له ظهرا، فإن الحر لا ترضيه الدنيا عوضا عن هذين، ولكن خذ ماله، ومتى شئت أن تصلحه فمال بمال. ومن كلام الحجاج: إن امرأة أتت عليه ساعة من عمره ولم يذكر بها ربه، ولم يستغفر من ذنبه، ولا فكر في معاده، لجدير أن تظهر له حسرته يوم القيامة. ومن كلام أبي مسلم الخرساني: كان أقوى الأسباب في خروج دولة بني أمية عنهم كونهم أبعدوا أولياءهم ثقة بهم، وأدنوا أعداءهم تألفا لهم، فلم يصر العدو بالدنو صديقا، وصار الصديق بالبعد عدوا. ومن النثر المتوسط من الكمائم: أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حين دعا قومه، قال فيها بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس ما كذبتكم، ولو غررت الناس ما غررتكم، والله إني لرسول الله إليكم حقا وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، وتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا، وبالسوء سوءا، وإنها للجنة أبدا، والنار أبدا، وإنكم لأول من أنذر، بين يدي عذاب شديد. ومن كلام الصديق رضي الله عنه قال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان حين أنفذه إلى الشام: إذا قدمت على أهل عملك فعدهم الخير، وإذا وعدت فأنجز،
ولا تكثر عليهم الكلام فإن بعضه ينسي بعضا. وأصلح نفسك يصلح الناس لك. إذا قدم عليك رسل عدوك فأكرم مثواهم، فإنه أول خبرك إليهم، وأقلل حبسهم حتى يخرجوا وهم جاهلون بما عندك، وامنع من قبلك محادثتهم، ولتكن أنت الذي تلي كلامهم، ولا تجعل سرك مع علانيتك فتمزج أمرك. ومن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث سعد بن أبي وقاص لحرب الفرس قال له: أوصيك بعشر خصال: لا تقتل امرأة ولا وليدا ولا فانية، ولا تقطع شجرة بثمرة، ولا تعقر شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا ما أكلتهم، لا تحرق نخلا ولا كرما، ولا تخرب عامرة، ولا تتهور ولا تجبن. وإذا دخلت أرض العدو فإنك ستجد قوما حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم فاضرب ما فحصوا بالسيف. وإياك ومعاصي الله في الجيش، فإنها مفسدة للحرب ومبغضة للرب. ومن كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في جواب معاوية رضي الله عنه: وذكرت أنه ليس لأصحابي عندك إلا السيف، فقد أضحكت بعد استعبار. متى ألفيت بني هاشم عن الأعداء ناكلين وبالسيوف مخوفين؟ لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، فسيطلبك من تطلب، ويقرب منك ما تستعيد. وإنا مرقل إليك بجحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين، لهم بإحسان شديد زحامهم، ساطع قتامهم، متسربلين سرابيل الموت، أحب اللقاء إليهم لقاء ربهم، فقد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية، قد عرفت مواقعها في أخيك وخالك وجدك وأهلك، وما هي من الظالمين ببعيد. ومن كلام معاوية رحمه الله قال لوفود البصرة والكوفة: مرحبا بكم معاشر العرب، أما والله لئن فرقت بينكم الدعوة لقد جمعت بينكم الرحم، إن الله اختاركم من الناس ليختارنا منكم، ثم حفظ عليكم نسبكم بأن اختار لكم بلدا تختار عليها منازلها حتى صفاكم من الأمم كما تصفى الفضة من خبثها، فصونوا أخلاقكم ولا تدنسوا أنسابكم، فإن الحسن منكم أحسن لقربه منكم، والقبيح منكم أقبح لبعده عنكم. ومن كلام عبد الله بن الزبير قال وهو يحارب الحجاج: أما بعد يا آل الزبير، فلا يبرمكم وقع السيوف، فإني لم أحضر موطئا قط إلا جرحت فيه، وما أجد من ألم جراحها أشد مما أجد من ألم وقعها. صونوا سيوفكم كما تصون وجوهكم، ولا أعلم أحدا كسر سيفه واستبق نفسه، فإن الرجل إذا ذهب سلاحه فهو كالمرأة. غضوا أبصاركم عن البارقة، وليشتغل كل منكم بقرنه، ولا يلهينكم السؤال عني، ولا تقولوا أين عبد الله بن الزبير، على من كان سائلا عني فإني في الرعيب الأول. ومن النثر المتوسط قول عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما أحيط به وعظم الخضب بين الكوفيين والمصريين، قام خطيبا فقال: ألا فقد والله عبتم علي ما أقررتم ابن الخطاب بمثله، ولكن وطئكم برجله وضربكم بيده ومنعكم بلسانه، فدنتم له على ما أحببتم وكرهتم، ولنت لكم ووطأت لكم كنفي، وكففت عنكم يدي ولساني فاشترأتم علي، أما والله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا، ولقد أعددت لكم أقرانكم وأفضلت عليكم فضولا كثيرا، وكثرت لكم غرمائي، وأخرجتم مني خلقا لم أكن أسنه، ومنطقا لم أكن أنطق به. ومن الخميلة الثالثة ما كتبه إمام الكتاب في عصره عبد الحميد بن يحيى، إمام الكتاب
الذي اخترع التحميدات في صدور الكتب والتصرف فيها بالفصاحات والبلاغات، وهو إمام الكتاب. كتب عن مروان آخر خلفاء بني أمية إلى فرق العرب حين فاض العجم من خراسان بشعار السواد قائمين بالدولة العباسية. أما بعد، فقد بلغكم قولا شائعا ثم فعلا فاضحا ما كان من ائتلاف كلمة هؤلاء المارقة بعد الشتات، وظهور باطلهم بعد الغموض، وانسياح ضلالتهم في الأرض بعد الانكماش. وها هم قد تركوا خراسان رأس الدنيا، ودار العجم وراءهم، وأقبلوا وراء رقعتكم ليجالدوكم عليها ويزحزحوكم عنها بجيشي التمويه والسيف. فاتقوا الله في حمايتكم عن دينكم، واحذروا العار في أخذ دنياكم من أيديكم، وكونوا عند الوفاء لمن اعتد بكم، ولا تمكنوا ناصية الدولة العربية من يد الفئة العجمية، واثبتوا ريثما تنجلي هذه الغمرة وتصح هذه السكرة، فسينضب السيل وتمحى آية الليل. وللكاتب العربي الكبير أحمد بن يوسف كتب إلى المأمون في الاعتذار عن قتل أخيه الأمين. أما بعد، فإن المخلوع وإن كان قسيم أمير المؤمنين في النسب واللحمة، فقد فرق الله بينه وبينه في الولاية والحرمة بمفارقته عصمة الدين وخروجه من الأمر الجامع للمسلمين. يقول الله عز وجل حين اقتص علينا نبأ ابن نوح أنه ليس من أهله، أنه عمل غير صالح، ولا طاعة لأحد في معصية الله، ولا قطيعة في طاعة الله، وقد قتل الله المخلوع ومهد لأمير المؤمنين أمره، وأنجز له في من بغى عليه ونقض عهده وسابق وعده ورد به الألفة بعد فرقتها، وجمع الأمة بعد شتاتها، وأحيا به أعلام الإسلام بعد دروسها. والطبقة الثالثة فيها من النثر الممتع، وهي مشتملة على محاسن اقتطفتها من ترسيل ابن العميد وابن عباد والصابي، أعلام كتاب المشارقة في عصرهم، وترسيل أبي الوليد بن زيدون وابن أبي الخصال، علمي كتاب المغاربة في عصرهما. أبو الفضل بن العميد كاتب ركن الدولة بن بوية سلطان عراق العجم، كتب عنه إلى بلكة حين ظهر منه العصيان: كتابي وأنا مترجح بين طمع فيك ويأس منك، وإقبال عليك وإعراض عنك، فإنك تدلي بسابق حرمة وتمت بسالف خدمة، أيسرهما يوجب رعاية ويقتضي محافظة وعناية، ثم تشفعهما بحادث غلول وخيانة، وتتبعهما بآنف خلاف ومعصية، وأدنى ذلك يحبط أعمالك ويسحق ما يرعى لك، ولا جرم أني وقفت بين ميل إليك وميل عنك، أقدم رجلا لصدك وأؤخر أخرى عن قصدك، وأبسط يدا لاستلامك واجتياحك، وأنثني ثانية نحو استبقائك واستصلاحك، وأتوقف عن امتثال بعض المأمور فيك ظنا بالنعمة عندك، ومنافسة في الصنيعة لديك، وتأميلا لفيئتك وانصرافك، ورجاء لمراجعتك وانعطافك، فقد يغرب العقل ثم يؤوب، ويذهب العزم ثم يعود، وكل ضيقة فإلى رخاء، وكل غمرة فإلى انجلاء. ويقول الصاحب ابن عباد تلميذ أبي الفضل بن العميد، كتب مستدعيا للأنس: نحن سيدي بمجلس غني إلا عنك، خال إلا منك، قد تفتحت فيه عيون النرجس، وتوردت فيه خدود البنفسج، وفاحت مجامر الأترج، وفتقت فارات النارنج، وانطلقت ألسن العيدان، وقامت خطب الأوتار، وهبت رياح الأقداح، ونفقت سوق الأنس، وقام منادي الطرب،
وطلعت كواكب الندمان، وامتد سماء الندى، فبحياتي إلا ما حضرت لنحصل بك في جنة الخلد، ونتصل الواسطة بالعقد، فقد أبت راحانا أن تصفو إلا أن تناولها يمناك، وأقسم غناؤنا لا يطيب حتى تاعيه أذناك، فأما خدود نارنج مجلسنا فقد احمرت خجلا لإبطائك، وعيون نرجسنا فقد حدقت تأميلا للقائك، فبحياتي عليك إلا ما تعجلت لئلا يخبث تأميلا للقائك، فبحياتي عليك من يومنا ما طاب ويعود من همنا ما طار. وكتب أبو إسحاق الصابي إلى ابن عباد: ورد أطال الله بقاء سيدي فلان وفلان حاجين، فعجا إلي ملمين وعرجا علي مسلمين، فحين عرفتهما وقبل أن أرد السلام عليهما مددت اليد إلى ما معهما، كما مدها حسان إلى رسول جبلة ثقة مني بصرته، وشوقا إلى تكرمته، واعتيادا لإحسانه، وإبقاء لموارد إنعامه، وتيقنا أن الخطرة مني على باله مقرونة بالنصيب من ماله، وأن ذكراه مشفوعة بجدواه. وقمت عند ذلك قائما وقبلت الأرض ساجدة، وكررت الدعاء والثناء مجتهدا، وسألت الله أن يطيل له أمد البقاء كطول يده بالعطاء، ويمد له في العمر كامتداد ظله على الحر، وأن يحرص على هذا العدد القليل من الكتاب ومنتحي الآداب ما كنفهم به من ذراه، وأفاء عليهم من نداه ما رعاهم فيه من مراتعه، وأعذب لهم من شرائعه التي هي محلون إلا عنها ومحرومون إلا منها. ومما كتبه القاضي الفاضل البيساني كاتب صلاح الدين الأيوبي، فقد كتب له من رسالة يخاطب بها أخاه، وقد قصر بجانب علم الملك من أكابر الدولة. سبب إصدار هذه المكاتبة إلى الأخ أصلحه الله إعلامه بما صح عندي من الأحوال التي أخفاها والله مبديها في حق الرئيس عالم الملك. وبالله أقسم لئن لم تداوي ما جرحت، وتستدرك ما فعلت، وتمحو ما أثبت، وتستأنف ضد القبيح الذي كتبت به وشافهت، وتعتذر بالجميل فيما طالعت الله به وشافهت وبارست، لتكونن الحديث مني بغير الكتاب، ولأزيلن السبب الذي قدرت به على وضرة الأصحاب. وما أشد معرفتي بأن الطباع لا تتغير، وبأنك مستحوجني بعد هذا الكتاب إلى ما لا يتأخر. وبالجملة فاستدرك بفعلك لا بإيمانك لي وتنصلك إلي، فالدم في النصل شاهد عجب، وويلي ممن كانت غنيمته من الأيام عقد القلوب على البغضاء وإطلاق الألسنة بالدم. ولولا أني شريكك في كل ما تستوجبه من الناس لألقيت حبلك على غاربك وتركتك وما تختاره لنفسك. ومما كتبه العماد الأصفهاني وهو أحد كبار الكتاب في العصر الأيوبي، قال في وصفه نفسه ما بين كتاب عصره وذكر ما كتبه إلى البلاد في شأن فتح القدس على يدي صلاح الدين: وما زال قلبي يطرد الحلل التي تنسجها الفصاحة والبلاغة في فتوح الأقاليم، يعوضه أرباب الإنصاف ومحامد الأوصاف من كل حاسد وراشق بالحواميم، حتى ادخر الله له هذا الفتح الذي شققت له لسانه، فعلى المنابر الخمس وجاش من بحر البيان ما يطرب ويلهج ويبهج كل سمع وناظر ونفس، فكتبت إلى كل ذي طرف بمعنى طريف ولفظ فصيح حصيف، وسهرت تلك الليالي حتى نظمت اللآلي، وبشرت المسجد الحرام بخلاص المسجد الأقصى، وتلوت شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وهنأت الحجر الأسود بالصخرة البيضاء، ومنزل الوحي بمحل الإسراء، ومقر سيد المرسلين،
وخاتم النبيين بمقر الرسل والأنبياء ومقام قدم إبراهيم الخليل بموضع قدم محمد المصطفى صلى الله عليه وعليهم أجمعين، وأدام أهل الإسلام ببيته المقدس مستمتعين. ومن كلام ابن أبي منصور الدمياطي وزير الأشرف وكاتبه في الشام، كتب لصديق له: مررنا في بعض العشايا على بعض البساتين المجاورة للنيل، فرأينا فيها بئرا عليها دولابان متحدثان قد دارت أفلاكهما بنجوم القواديس، ولعبت بقلوب ناظريها لعب الأمان بالمفاليس، يئنان أنين أهل الأشواق ويفيضان دمعا أغزر من دموع العشاق، والروض قد جلى للأعين زبرجده والأصيل قد راقه حسنه فنثر عليه عسجده، والزهر قد نظم جواهره في أجياد الغصون، والسلاسل قد أذالت من مسلسل فضتها كل مصون، والنبت قد اخضر شاربه وعارضه، وطرف النسيم قد ركضه في ميادين الزهر راكضه، ورضاب الماء قد علاه من الظلال لما، وحيات المجاري جارية تخاف من زمرد النبات العمى، والبحر قد صقل صيقل النسيم ذرعه، وزعفران العشي قد ألقى في ذيل الجو ذرعه. ومن حكايات الكتاب الخميلة الثامنة. الخميلة الثامنة وتشمل الحكايات المتوسطة، وهي مخصوصة بأرباب المناصب السلطانية من أصحاب السيوف والأقلام. الطبقة الأولى فيها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وله عمر رضي الله عنه إمارة البحرين ثم عزله، فقال أحدهم لأهلها: إني أخاف أن يعود، فاجمعوا لي 100,000 درهم. ثم أتى بها إلى عمر وزعم أن المغيرة أودعها عنده حين أحس بالعزل، فسأله فقال إنها 100,000 دينار. فقال للرجل: قد سمعت. فقال: والله ما أودعنا شيئا إلا أننا خفنا أن يرجع إلينا. فقال للمغيرة: ما دعاك إلى ما قلت؟ فقال: أحببت أن أخزيه إذ كذب علي. ومن حكايات زياد بن أبي غلب عليه في ولايته العراق لمعاوية حارثة بن بدر، وكان صاحب شراب، فقيل له فيه، فقال: كيف أطرح رجلا يسامرني منذ دخلت العراق ولم يصك ركابي ركاباه، ولا تقدمني فنظرت إلى قفاه، ولا تأخر عني فلويت عنقي إليه، ولا أخذ علي الشمس في شتاء قط، ولا الروح في صيف، ولا سألته عن علم إلا ظننته لم يحسن غيره. وعن الحجاج: أول ما عرف من شهامته أنه كان في شرط عبد الملك بن مروان، فبعثه مع نفر إلى زفر بن الحارث، فلم ينفذ إلى ما يريد عبد الملك، وحضرت الصلاة فتقدم زفر وصلى بالجماعة، فلم يصلي الحجاج معهم، وقال: لا نصلي خلف مخالف للجماعة مشاق للخلافة. فبلغ ذلك عبد الملك فاستحسنه وقال: إن شرطيكم هذا لجلد، ثم ولاه الشرطة ثم الحجاز ثم العراق. ويقال إن أبا مسلم الخرساني أساء عليه الأدب والي مرو فاحتمل، ثم ندم الوالي فرجع واعتذر، فقال أبو مسلم: أنا جرأتك علي باحتمالك، فإن كنت للذنب متعمدا فقد شاركتك فيه، وإن كنت مغلوبا فالعفو يسعك. فقال: عظم ذنبي يمنعني من الهدوء. فقال: يا عجبك، أقابلك بإحسان وأنت مسيء، ثم أقابلك بإساءة وأنت محسن. فقال: الآن وثق. ومن الحكايات حكاية خالد بن برمك وزير المنصور، قال لابنه يحيى: إنك ستدفع إلى ما دفعت إليه، فخذ أصلا تبني عليه. لما تمكنت حالي في وزارة المنصور رفعت له مطالب لأقوام من أهل الدين والعلم، فقطب ولم يجاوبني. فلما كان من الغد
رفعت له فوائد في البلاد تجمع منه مال كثير، فاستوفى قراءتها وانبسط وجاوب على كل حرف منها، وعاد إلي أحسن ما كان عليه وهداني إلى الطريق في خدمته. ومن حكايات الفضل بن الربيع استوزره الرشيد بعد نكبة البرامكة وجعل له أمر ابنه الأمين في حياته، فاستولى عليه بعد وفاته وأكد العداوة بينه وبين أخيه المأمون. فلما استولى المأمون على الخلافة اختفى الفضل ثم وقع عليه فعفى عنه، لكنه قصد تعنيته، فكان يجلسه في أحط المراتب، واحتاج إلى وزير المأمون أبي عباد فكلمه فارتج عليه، فقال له أبو عباد: بهذا اللسان خدمت خليفتين. فقال: أنا تعودنا أن نسأل لا أن نسأل. ومن الحكايات حكاية أبي سعيد بن جامع: أخبرني والدي أنه لما ذهب من يده بأفعال الشباب ما ورث عن أبيه قصد مراكش، وخص بالاعتماد أبا العباس الهنتاني كاتب الوزير أبي سعيد، فوصفه له إلى أن أوصله إلى مجلسه، فعندما حضر بين يديه سرد كثيرا مما يحفظه من الكامل والنوادر إلى أن أشار عليه الكاتب بالانصراف. ثم اجتمعت به بعد ذلك فدفع لي 50 دينارا، وذكر أن الوزير قال يشتري بها غلاما ويربيه على أخلاقه، فمتى أراد سرد عليه ما يحفظه. ويحكى عن محي الدين بن ندى المشهور بوزير الجزيرة: كنت في صحبته بالقاهرة، فوصل كمال الدين بن العديم رسولا من صاحب حلب، ووقع اجتماعي به، ثم وصل ثانية معه إحسان لي من الملك الناصر برسم زاد إلى حضرته، فاقتضى الرأي أن خاطبه الرسول في ذلك فجاوبه، وبعد: فإنك سألتني البخل به عين الكرم، وسوء الأدب فيه مع المالك حسن أدب ورعي ذم، لكن لما علمت أن نفس النفيس تطمح إلى الأعلى ملت إلى اختيارها على نفسه، فاخترت كمال أنه أنسي على أنسي فوجه بزاد. ومن الحكايات المتوسطة في الطبقة الثالثة كانت لابن الزيات: كان الواثق لما قبض على العمال جعل النظر في استخراج الأموال منهم له، وكان فيهم سليمان بن وهب، وبينه وبينه ألطف ما يكون بين صديقين، فكان إذا خلى معه خلع عليه ثياب المنادمة وطيبه ونادمه على ما كان عليه قبل، فإذا حضر وقت الاستخراج بمحضر الشهود قابله بأشد ما يكون حتى يستخرج منه ما يمكن، فإذا فرغ من ذلك رد عليه ثيابه وخلى به وأحضر الطعام وعاد إلى الحالة الأخرى، ويقول له: هذا حق الأخوان وذاك حق السلطان. ومن حكايات سليمان بن وهب: كان قد قاس شدة في العمل، فكان يخرج من نكبة إلى أشد منها، وكان يخدمه بعض التجار فيضمن عنه ويقرضه ويستقرض له، فلما طال عليه أمره قال له وقد تخلص من نكبة عظيمة: يجب أن تحلف بالأيمان المغلظة ألا تقرب العمل أبدا. فأخذ يحلف بكل يمين ويرفع صوته ويمد في الأيمان إلى أن جعل آخر ما حلف عليه ألا يترك العمل أبدا، فقال له: ما هذا؟ فقال: ما أقل عقلك، سليمان بن وهب إن ترك العمل يكون ماذا، خياطا نجارا؟ لا والله. وعن أبي جعفر الكرخي قال: عرضت أيام عطلتي ورقة على ابن الفرات فلم يوقع عليها، فانصرفت وأنا أقول: وإذا طلب إلى الكريم حاجة وأبى فلا تصعد عليه بحاجبي، فلربما منع الكريم وما به بخل ولكن شؤم جد الطالب. فقال: ارجع يا أبا جعفر بغير شؤم جد الطالب، ولكن إذا سألتمونا حاجة فعودونا، فإن القلوب بيد الله، هات ورقتك. ثم وقع لي بشغل كان فيه رتايا في ذلك الوقت. قال: وكنت أسمعه كثيرا ما يقول: العامل في أول سنة أعمى، وفي الثانية أعور، وفي الثالثة بصير. ومما يحكى عن ذنون المصري وهو أبو الفيض الثوبان بن إبراهيم: صاحبه إنسان ولزم خدمته، ثم طلب منه أن يطلعه على اسم الله الأعظم فماطلة، ثم أمره أن يحمل عنه طبقا مغطى إلى شخص بالفسطاط،
فلما بلغ الجسر قال في نفسه: يوجه ذو النون بهدية إلى رجل في طبق ليس فيه شيء من خفته لأبصرن ما فيه. فكشف الغطاء فإذا فأرة قد قفزت من الطبق فذهبت فاغتاظ وقال: يسخر بي ذو النون. فرجع إليه مغضبا، فلما رآه تبسم وعرف القصة وقال: يا مجنون، ائتمنتك على فأرة فخنتني، فكيف لو ائتمنتك على اسم الله الأعظم؟ قم عني فلا أراك بعدها.